أقيم حفل تكريم لذوي الإعاقة الذهنية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لتفوقهم في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد المكرمين ما يقارب 10 متفوقين، وذلك بحضور شخصيات رسمية وإعلامية بالإضافة إلى ذويهم. نحن جايين اليوم لهون على نادي الفيحاء على مسبح مشان نكرم أبنائنا المتفوقين أصحاب الإعاقة ذوي الإعاقة اللي تفوقوا بصف التاسع وبصف البكالوريا. بنشكر الأهالي كلهم على عنايتهم بالطلاب اللي قدروا يتفوقوا اللي عملوا لنا نحن موجودين هون. نحن واجبنا انه نجمع بالمجتمع مشان يكونوا فاعلين وهن المستقبل سوريا عمليا، يعني نحن هن هذول بدهم يشاركوا الشباب اللي ما في شيء بمستقبل سوريا مشان نقدر نبني سوريا، نقدر ننتصر على الارهاب اللي عم يحاربنا من اكثر من 10 سنين، نقدر ننتصر على الحصار الاقتصادي اللي عم صار له اكثر من سنتين موجود على الشعب السوري. هلا هو عمل الاولمبياد الخاص هو دائما وابدا اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه متابعه النشاطات تبعيتهم. اليوم مؤسسة الأولمبياد الخاص عم تحتفل مع أهالي الأولاد اللي بيقدروا تخرجوا من المرحلة الإعدادية والثانوية، وهذا عمل جبار. اليوم كانت هي الفعالية عبارة عن تكريم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مؤسسة الأولمبياد الخاص سوري والحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية ليثبتوا للجميع ولذويهم أنهم قادرون في التحصيل العلمي أن يكون لهم بصمة جميلة تزين مسيرة حياتهم. هم ليسوا أبطال رياضيين فحسب، وإنما هم طلاب على المقاعد الدراسة أثبتوا وجودهم كطلاب. نجحوا بالشهادة التاسع، وهلأ إن شاء الله رح نرد نشتغل معهم بالبكالوريا، بس يعني وين كانوا وين صاروا الحمد لله يعني تحسن كثير الوضع. هؤلاء المتميزون لم يكن العجز الذهني أو الجسدي عائقا في طريقهم للتفوق، بل كان دافعا ليخطوا مستقبلهم ويثبتوا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يشرق بقدراتهم.